السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا في أحسن حال، وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ أم باسم. إن شاء الله النهاردة هنعمل شوربة لسان العصفور بالكبد والأونس. نقول بسم الله، بسم الله. أنا هنا جبت حلة وحطيت فيها سمنة، لما تسخن السمنة هنحط عليها المكرونة، ده مكرونة لسان العصفور، حط أي كمية مناسبة ليك، قلبيها كويس في السمنة. أهم حاجة في المكرونة اللي انتي تقلبي باستمرار، عشان عايزينها كلها يبقى لون واحد، ما يبقاش حبة غامقة وحبة فاتحة. كده اتحمرت معانا، دلوقتي لو عندك شوربة ممكن تحطي شوربة، لما عندكيش شوربة ممكن تحطي مية سخنة زي ما انا عملت كده ومرقة. انا بفضل لسان العصفور بالمرقة، بيبقى طعمها جميل جدا. هتقلبي كده وتغطيها، وما تنسيش تحطي الملح. هنغطيها وبعدين نرجع لكم بعد ما تستوي ان شاء الله. ورجعنا تاني، ما غبتش على النار، من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير على النار هادية، ونحط الفلفل الاسمر ونقلب. انا حطيت الفلفل الاسمر في الاخر عشان بيغير بيغمق لون المكرونة. بس كده، كده يبقى خلصت معانا المكرونة، هنغطيها ونسيبها ونروح نعمل الكبد والأونس. دلوقتي هنجيب حلة ونحط فيها مية ونستنى لما تسخن. هنحط في المية بصلة وحبهان ومستكة وورق لوري، وملح، وفلفل اسمر. هنقلب المكونات ونسيبها لما تغلي، هنرجع لكم بعد ما تغلي. دلوقتي انا جبت القوانص الاول، لان القوانص بتاخد وقت اكتر من الكبدة، فهننزل القوانص الاول وبعد كده نقول لكم على الخطوة اللي بعد كده. طبعا القوانص هتتغسل كويس، فيها قشرة صفرة كده، هتشيليها وتغسليها كويس جدا زي ما كأنك بتغسلي فراخ بالظبط، وهتنقعيها في مية بملح بليمون او خل، وهتصفيها وهتحطيها كده كأنك بتسلقي فراخ بالظبط. هتقلبي كده وتغطيها وتسيبيها، بعد 5 دقايق هنرجع ونشوف نعمل ايه بعد كده. بعد 5 دقايق رجعنا، دلوقتي هنحط الكبدة. عودي أكلك كله يبقى على نار هادية. هنقلب كده وهنغطيها ونرجع لكم، مش هتغيب عن النار، بالكتير 10 دقايق. ده كان شكلها النهائي بعد ما استوت. والشوربة مش بتتشرب، الشوربة الكبد والقوانص بتتكب، مينفعش نشربها. ده كان الشكل النهائي.